y'all gonna end up unemployed riding around in this pile of junk. You're welcome to walk the 16 mile. Or sit in the back of the bus. Like kiss me up. You have identification on you? NASA, sir. NASA? I had no idea they hired it. There are quite a few women working in the space program. Least I can do is give y'all an escort. Catherine's in the sixth grade. They want to take her early. Tetrahedron. Dodecahedron. خلص فيلم هيدن فيجرز اللي هي الأرقام الخفية قبل شوية اللي هي قصة حقيقية طبعا، وراح أتكلم عن الفيلم بعد قليل. غيرنا اللوكيشن شوية. القصة تتكلم عن ثلاث نساء من أصول إفريقية يعملان في ناسا، كاثرين جوبل، دورثي فاغن، وماري جاكسون. فترة القصة هي في الستينات، أيام التحدي ما بين روسيا وأمريكا في الفضاء، فيتم استغلال العقول الرياضية اللي هي شطار في الحساب، خاصة في النساء لهذه المرحلة، علشان هناك في أمور حسابية في الرحلات الفضائية يقدروا يحسبونها. فتكون واحدة منهم كاثرين جوبل شاطرة جدا في الحساب والرياضيات، وتكون متفوقة وتتفوق على نفسها في مرحلة مهمة جدا في تاريخ طبعا أمريكا في رحلة الفضاء. كل هذا الموضوع أنا ما أشوفه مهم في الفيلم كثر ما هي أهمية أن الفيلم يتكلم عن العنصرية. هذا كان أهم شيء في هذا الفيلم. الفيلم تركز أكثر شيء القصة على العنصرية، فجابوا لك أن في مكان خاص حق الملونين، في مكان خاص حق البيض في هذا الفيلم. ففي هذه النوعية من الأفلام اللي هي قصة حقيقية، إذا في شيء يجذبك فيها يعملون عليها فيلم. فالشيء اللي جذب المخرج والمنتج كان هذا. يعني أتوقع لو هيدن فيجرز أو الأرقام المخفية كانت يعني إن وجدت عن طريق البيض ويعني شيء من هالقبيل، ما كان يعملوا فيلم عنهم أصلاً. فكونها جات من الملونين وكانت هاي مفاجأة ذيك الأيام، والأحداث اللي تصير يعني الإنسانية يستغلونها ويعملوا فيها في السينما. نتكلم عن السلبيات والإيجابيات. أبدأ شوية بالسلبيات، بعض السلبيات اللي موجودة في هذا العمل اللي هو Hidden Figures. أولاً الفيلم لم يستغل استغلال 100% بالأسلوب اللي كيف أقول عليه السينما الواقعية. فتلاحظ في الفيلم أن غلب موضوع أن الخير أقوى من الشر والأمور هذه، يعني اللي نحن نتعودنا نشوفها في الأفلام الأمريكية. فشفنا أشياء بطولية تصير في الفيلم، مثل الفنان كيفن كوستنر ترى موجود في هذا العمل في لقطة يوم يكسر اللافتات مال الملونين في الحمامات. فهذه اللقطات يعني هي لقطات ممكن تضيف جمالية لبعض المشاهدين، لكن هي أصلا ليست بواقعية، فتروح الواقعية من الفيلم. الشيء الثاني اللي ما عجبني في الفيلم نوعا ما الحوارات ليست بقوية، الحوارات ملقنة أكثر ما تكون عفوية. يعني ما حسيتها عفوية، الناس الطبيعيين اللي تكون مع بعض أحس أنها شوية في تلقين، فهذا ما عجبني. بالنسبة إيجابيات العمل، أولا أنا تكلمت عن الموضوع أن الفكرة جدا رائعة، يوم جابوا لك موضوع العنصرية في هذا الموضوع أو هذا السبجكت الرئيسي. الاهتمام بالإكسسوارات، الاهتمام باللوكيشن، الاهتمام بالأمور اللي تكون في فترة الستينات كان جدا رائع في هذا العمل. التمثيل الحين نتكلم عنه بشكل موجز. الثلاث الممثلات الرئيسيات تشوفها في البوستر كأنها ممثلات كوميدية أو فيلم كوميدي، لكن تتفاجئ لما تشوف الفيلم أن الفيلم إنساني درامي، وهم أدوا يعني أدوارهم بشكل جيد جدا. ففي دور كاثرين الممثلة تارجي كانت جدا مؤثرة، لقطات جدا رائعة عملها حصرتها في هذا الفيلم، خاصة لقطتها يوم تعاني في موضوع الحمام. وفي لقطة جدا رائعة أيضا في الفيلم لها هي نفسها يوم تصرخ في وجه المسؤول عشان هذا الموضوع نفسه الحمام. أما في دور دورثي أوكتافيا سبنسر، هي مرشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعد عن هذا الدور، لها كذا مشهد جميل. أهم مشهد لها يوم تروح مع عيالها المكتبة، يوم تطلع من المكتبة وتحس بضيقة من الناس، تعامل الناس معهم لأنهم منولين، هذا كان مشهد جدا رائع لها.
أدواتها التمثيلية واضحة في عيونها، أسلوبها واضح يعني أنها هي جدا لابسة الدور. لكن أنا متحفظ من موضوع أنها هي مرشح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثلة مساعدة، لأن في ممثلين ومثلات أكثر منها استحقاقا في هذه السنة. في دور ماري جاكسون الفنانة جانيل موناي، هي فنانة جميلة لكن أداها ليس بالقوي جدا صراحة في هذا العمل. كيفن كوستنر في دور الرئيس أو السيو لناسا، اللي هو يعني رئيس الحسابات، كان مقبول، يعني ما شفت من شيء جديد كممثل يقدم لنا. دائما نشوفه هو لازم يطلع لك شيء بطولي مثل لقطة الحمام اللي تكلمت عنها وكسر اللافتات. بس بالرغم من ذلك في بعض المشاهد لها جيدة، وجوده كان مهم في هذا العمل ووجوده لم يكن ثانوي. يعتبر أول فيلم طويل أو ثاني فيلم طويل لها، أنا ما أعرف بالضبط، لكن يعني شيء جميل أنه يبدأ بهذه الأفلام وبهالنوعية. عجبني في المخرج عندما مزج الموسيقى في بعض اللقطات، يعني حطك موسيقى على في ذيك الفترة، صح أنها لقطات إنسانية، بيقول لك حد بيقول لك أنه لا فقدت الجمالية الحزينة، بالعكس أنا أشوفها جيد جيدة جدا، كانت توظيفها كان رائع. فيلم هيدن فيجرز هو يعني ليس فيلم يتكلم عن الفضاء بشكل كبير، هو يتكلم عن العنصرية أهم شيء، لأن لو الفيلم كان كله عن الفضاء بس وما كان فيه دراما ولا هالأمور هذه يمكن ما كان تحصل فيه هذه الجمالية. أنا بالنسبة لي يعني إذا الفيلم بس يتكلم عن الفضاء ما في دراما ما في أي حبكة ما في أمور مهمة إنسانية ما راح يعجبني كثير، لأن أنا عندي تحفظ لهالنوعية. الفيلم جيد وملهم جدا للنساء بشكل خاص، وأيضا ملهم لجميع فئات المجتمع، فأنصح لمشاهدته. تقييمي للفيلم راح يكون 3.5 من 5، هذه العلامة اللي أنا أقدر أعطيها لهذا العمل. شكرا. We all get there together, we don't get there at all. In the fight of our lives, people. My gals are ready. We can do the work. More than 50 million Americans watching. I got a warning light. Go find Catherine. Colonel Glenn. There's a real fireball outside. It's getting a little hot in here.